أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج رادار. تتابعون التكتيكات العسكرية وتحركات ومواجهات الجيوش والفصائل العسكرية وعمليات ومواجهات الحشد الشعبي والدولة الإسلامية من جهة، والجيش الحر وقوات النظام من جهة أخرى، كافة الشؤون العسكرية المتعلقة بالأرض السورية مع هشام خريسات. أعزائي مستمعي راديو أورينت، أحييكم على موجات بثنا اليومي وأرحب بكم بحلقة جديدة من برنامجكم رادار. جميع ما يتفضل به ضيوفنا الأكارم بكل حلقة لا يعبر نهائيا عن رأي مؤسسة أورينت ولا تتبناه. ملفنا لهذا اليوم الاستراتيجية الأمريكية، أم التوقف أمام نقطة مفصلية. يمكن تطبيق أول مبدأ في الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط، والذي ينص صراحة على ضمان المصالح الأمريكية الحيوية التي هي على المحك في سوريا. مثلا توسع إيران قد يؤدي إلى اندلاع صراع مع حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين، الدول السنية كاملة في المنطقة، بالإضافة إلى تركيا وإسرائيل. ومن شأن صراع مماثل قد حصل في سبعينات القرن الماضي أن يوجه صفعة إلى صادرات المنطقة من النفط التي لا تزال ضرورة ملحة للاقتصاد العالمي، كما أن توسع إيران يطرح تهديدا لبقاء إسرائيل ويقوض سيادة الدول في أماكن أخرى من خلال وكلاء محليين لديهم ولاء مطلق حيال طهران، يفوق ولاءهم لحكوماتهم. على سبيل المثال نموذج حزب الله في لبنان. علاوة على ذلك، يدفع انعدام الاستقرار عموما في الشرق الأوسط بالجهات الفاعلة السيئة مثل إيران إلى امتلاك أسلحة نووية. أخيرا، تسببت الاضطرابات المستمرة بسبب أطماع إيران بالمنطقة بتشريد الملايين، مما زعزع أمن الدول المجاورة أولا والاتحاد الأوروبي ثانيا. نناقش هذا الموضوع ب كافة عناوينه، ولكن سنركز مع الأخوة الضيوف على الاستراتيجية الأمريكية المقبلة في العراق على النقاط التالية: دعم حكومة العبادي، قيادة إعادة الإعمار الدولية، الحفاظ على علاقة مميزة مع كردستان العراق دون تشجيعها على الاستقلال، دمج العراق في النظام المالي والطاقوي العالمي، إبقاء وحدة خاصة صغيرة لاقتلاع بقية تنظيم الدولة من جذوره في العراق، تطوير قدرات جيش حكومة بغداد. نناقش هذا الموضوع بمحورين. المحور الأول: هل ستترك أمريكا المناطق التي تعمل فيها القوات الأمريكية إلى جانب حلفائها لبشار الأسد بعد الانتهاء من تدمير تنظيم الدولة؟ هل ستسحب قواتها عندها من العراق نظرا للتدهور الأمني الذي شهدته البلاد بعد انسحاب القوات الأمريكية عام 2011؟ هل سيقبل حلفاء الولايات المتحدة تركيا والأردن وإسرائيل بوجود عناصر إيرانية ومن حزب الله على حدودهم؟ المحور الثاني: ساهمت الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا لمقاومة الأسد وحلفائه الإيرانيين عسكريا إلى جانب وقف إطلاق النار الروسي الأمريكي المحدود في جنوب غرب سوريا في إرساء نوع من الاستقرار ما في ساحة المعركة السورية المعقدة، لكن هذه الخطوات لا ترقى إلى مستوى استراتيجي، لا سيما أن المسؤولين الأمريكيين يواصلون التأكيد على أن بلادهم تتدخل في سوريا والعراق بهدف واحد وهو محاربة تنظيم الدولة. نناقش هذا الموضوع من كافة جوانبه الاستراتيجية والعسكرية والأمنية مع ضيوفي لهذه الحلقة، كل من الأستاذ دكتور عادل الأشرم والأستاذ دكتور مهندس هلال الدليمي، ومعي في الاستوديو الأستاذ إياد العناز. سنستمع إلى كل ذلك، ولكن دعونا أولا نستمع إلى هذا التقرير. وسط تحرير الموصل من قبضة تنظيم الدولة والغزو لعاصمة الخلافة بالرقة، تقف الولايات المتحدة عند نقطة مفصلية في الشرق الأوسط، لكنها لم تضع بعد استراتيجية متماسكة كما ذكر إيميل سيمبسون في مقالة اتسمت بذكاء في مجلة فورين بوليسي بعنوان هكذا بدأت الحروب الكبرى. وتتمثل المشكلة الكبرى التي تواجهها الإدارة الأمريكية في أن إيران مستعدة للسيطرة على العراق وسوريا، وبالتالي إنشاء ممر شيعي مقدس يمتد من طهران إلى جنوب لبنان في أعقاب هزيمة تنظيم الدولة. فطهران بفضل ميليشياتها الشيعية وترسانتها الصاروخية والدعم الروسي المحدود على الأقل تسعى إلى زعزعة أمن المنطقة، مهددة عبر هذا الممر كلا من الأردن وإسرائيل وتركيا،
وفي نهاية المطاف جيرانها المتشاطئين معها الحدود. وقد التزمت إدارة ترامب باحتواء هذا التهديد خلال قمة الرياض في أيار، لكنها لم تفلح في إيجاد خارطة الطريق المناسبة حتى الآن لكبح جماح طهران. ويكمن أحد الأسباب خلف ذلك في أن الولايات المتحدة لا تزال تصب تركيزها على دحر تنظيم الدولة، غير أن رابطا يجمع بين هذا الأخير وإيران فدعم طهران لسياسات رئيس الوزراء العراقي نور المالكي وبشار الأسد العنيفة المعادية للسنة بين عامي 2011 و2014 سمح بصعود تنظيم الدولة في المقام الأول. وفي حال بقاء النظام الأمني الإقليمي الذي تقوده الولايات المتحدة والذي فشل آنذاك في كبح إيران بالفشل مرة أخرى، سينخرط ملايين العرب السنة في العراق وسوريا على الأرجح في صفوف بعض الجماعات الإسلامية المتطرفة مجددا. نرحب بضيوفي على المحور الأول، الأستاذ دكتور عادل الأشرم والأستاذ دكتور مهندس هلال الديمي وسعادة الأستاذ إياد العناز معي في الاستوديو. دكتور عادل، يعني السؤال الذي يطرح نفسه، أسس الاستراتيجي الأمريكي لعام 2018 محاربة تنظيم الدولة واحتواء إيران لا تدميرها أو تقليم أظافرها، تفضل. مساء الخير دكتور هشام لك ولي ضيوفك الكرام، وأيضا مساء الخير على المستمعين الكرام. أعتقد أن محاور السياسة الأمريكية بدأت الآن تتضح بصورة جلية في على الأقل في الأشهر القليلة الماضية، وهذه السياسة حكمتها عوامل كثيرة. أعتقد أن العامل الأساسي الذي حكم هذه السياسة هو عامل هيمنة إيران على المشهد السياسي العراقي. أعتقد أننا الآن في خضم تجاذبات دولية كبيرة تمس المشهد العراقي وتمس ما يحيط بهذا المشهد من دول كسوريا أيضا، وفي خضم هذا نجد أن البعد الاستراتيجي الذي فرضها الواقع الإيراني على المنطقة هو الفاعل الأكبر، وأن السياسة الأمريكية التي تحاول أن تحجم من هذا البعد أو هذا التمدد الإيراني الواسع والخطير في المنطقة هي لا تزال في طورها الأول. لا نستطيع أن نحكم على السياسة الأمريكية أنها سياسة تنبع من رؤية واقعية أو رؤية ممكن أن تكون لها نتائج إيجابية على المنطقة. أعتقد أن الهيمنة الآن بدأت في منطقة قلب البادية الغربية، وهذه البادية الغربية هي محور المعول في مفاصل الالتقاءات من الاختلافات. الالتقاءات هو أن الإدارة الأمريكية تحاول من خلال دافع مصلحي أن توازن ما بين توجهات الخنادق المتخندقة المستقطبة المتضاربة في الأفكار والنوايا وحتى الأهداف. هنالك خندق إيراني معلوم ومعروف للجميع، تسير الحكومة العراقية بفلكة، يسير الحشد الشعبي بفلكة. الإدارة الأمريكية نظرتها نحو هذا الخندق أنها مع الحكومة العراقية، مع حكومة العبادي، تدعم حكومة العبادي، في نفس الوقت هي تقول أنها ضد الحشد الشعبي، تواجه الحشد الشعبي وتقول أنه ملفها القادم بعد صفحة الإرهاب. وبالتالي هنالك سياسة مزدوجة داخل هذا الخندق تتعامل بها الإدارة الأمريكية، لا تستطيع أن تخرج من محورها الفاعل. على الجهة الثانية الخندق المدعوم من قبل الدول العربية السنية أو من قبل تركيا المتناغم مع الموقف التركي، مع الموقف الكردي بالنسبة لأكراد كردستان، أيضا هنالك هم يسيرون في هذا الخندق. الإدارة الأمريكية تحاول أن ترسل لهم إشارات أنها معهم وأنها ستحجم الدور الإيراني وستقطع خطوط إمداد هذا التوجه عبر المناطق العراقية ولن تسمح له بالامتداد. وبالتالي نجد أن الإدارة الأمريكية تتعامل مع الخندقين في آن واحد وفقا لمصالح وأجندة، وأن ما تطرحه من رؤية مستقبلية لهذا الواقع أو لهذه المعادلة لا يزال يلتفها الكثير من الغموض، لأن هذه المعادلة بالأخير ستصطدم مع بعضها ولن تلتقي. وبالتالي على الإدارة الأمريكية أن تكون مع الطرف هذا أو مع الطرف ذاك في المستقبل. نعم، مثل ما تفضلت ومثل ما قلتم أنها تراهن على إبقاء بعض هذه الخطوط أو بعض هذه الميليشيات أو حتى الدور الإيراني، عدم تحجيمه في الظرف الآن المستقبلي بحكم وجود مخاطر من وجود الجماعات التي تناوئها، الجماعات المتشددة، وبالتالي هي تحاول
أن تتجنب الالتقاء بصورة مباشرة مع الإيرانيين أو مع أذرعهم لفترة غير معلومة. نعم وصلت الفكرة. أبقى معي دكتور عادل. دكتور هلال أهلا وسهلا بك دكتور هلال. دكتور هلال، يتمثل الهدف الأمريكي المحدود في سوريا والعراق طبعا ما بعد تنظيم الدولة في التضييق على التوسع الإيراني واحتوائه مع حماية المعتدلين وجماعاتهم بدلا من تدمير إيران والإطاحة بالأسد، لماذا هذا الخيار؟ لماذا لا يحاولون الاقتراب نهائيا من تقليم أظافر إيران؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تحية لك والدكتور عادل والأستاذ ياد العناز والمستمعين راديو أورينت والقائمين عليه. السؤال جوهري حقيقي وخطير حقيقة في نفس الوقت، لأن الوضع المتأرجح في الشرق الأوسط يشير إلى اقتباس الرؤية الأمريكية والعالمية حول التحرك الأمريكي في مثلا في العراق وسوريا، فهي متناقضة غير متناغمة مع الأهداف المعلنة إعلاميا. واقع الحال على الأرض يشير على عكس الواقع الإعلامي والتصريحات النارية. المشروع الإيراني لم يكن بهذا الحجم لو لم تكن هناك رضا أمريكي على هذا التوسع وهذا التمدد. إيران ما انطلقت من حدود من حدودها إلى سوريا، بل انطلقت من الحدود من الدولة العراقية التي احتلت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودمر نظامها العسكري والأمني وسلمت مقاليد الأمور عمليا إلى النظام الإيراني بعلم الولايات المتحدة الأمريكية وبإرادة الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هل على المنطقة أن تدفع ثمن غلطة الولايات المتحدة الأمريكية مرتين بالاحتلال وبالاحتلال الداخلي المركب الإيراني؟ نحن رأينا أن هذا هو الذي يحصل حقيقة، أن شعوب المنطقة منطقة الشرق الأوسط بعمومها ما عدا الكيان الصهيوني اللي هو المستفيد الأول بعد النظام الإيراني من الوجود الأمريكي الاحتلال الأمريكي في العراق، السياسة الأمريكية والاستراتيجية الأمريكية لحد هذه اللحظة هي استراتيجية متناقضة تدعم الحكومة العبادي اللي هي حكومة إيرانية بامتياز ولاء وتشكيلا وعملا على الأرض. لم تعد هناك حقيقة أشياء خفية على أن الحكومة ما تسمى الحكومة العراق الحالية، الحكومة في بغداد في العراق الآن، هي حكومة إيرانية الولاء بالمطلق وتناغم الولايات المتحدة الأمريكية حسب المصالح وحسب ميزان القوة. ولكن لو خيرت هذه العصابات في بغداد لاختارت إيران، ولكن ميزان القوى ليس في صالح إيران بالمطلق بالوقت الحاضر، ولكن هي على الأرض تنفذ السياسة الإيرانية أكثر ما تنفذ أي شيء آخر. حتى الأحزاب التي أسست في إيران وأنشأت في إيران ومولت في إيران أثناء الحرب العراقية الإيرانية وهي العصب الأساسي للمشروع الإيراني في المنطقة، المشروع الإيراني الاستراتيجية الإيرانية تعتمد على إفراغ الدول من محتواها الحقيقي وإنشاء ميليشيات أو دول داخل دول تابعة لها، وخاصة في قضية استثمار الميليشيات أو الاستثمار الإرهاب المقدس الذي يستند إلى عقيدة التشيع ظاهريا وفي حقيقته هو المشروع الإيراني، لأنه المشروع الإيراني ليس مشروعا دينيا بحتا ولكن جواز مروره هو التمذهب والطائفية، لأنه ليس لهم وقود يقنعون أتباعهم غيره في على الأرض. على الأقل الولايات المتحدة الأمريكية في السنتين الأخيرتين بدأت تتأرجح ما بين قص أظافر إيران أو كف إيران خارج حدود العراق، وأعتقد هذا في خلال 2018 لن يكون واضحا على الأقل لحد الآن، لأن المعطيات على الأرض تشير أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم مؤسسة الميليشيات وتدعم المؤسسة العسكرية العراقية التي اعتمدت بشكل أساسي على الميليشيات الإيرانية والأحزاب الإيرانية التي دمجت مع قوات الجيش العراقي مع تطعيم بعدد من الضباط الجيش العراقي السابق فقط as a comparse، يعني لا ليس بالفاعلية ولا بالقيادة. نلاحظ أن هناك تهميش كامل قام به المالك خلال 4 سنوات من حكمه للمؤسسة العسكرية وبيانها بأنها مؤسسة فاشلة لكي يزج في الحشد الشعبي الذي كان متفق عليه مع الجانب الإيراني والمخابرات الإيرانية اللي كانت تحتل الطابق السادس من وزارة الداخلية في حينها، وكان لها أهداف محددة حقيقة في العراق كما يعرف الجميع.
انها كانت تدير عمليات الخطف والقتل الطيارين والضباط الكبار وعلماء العراق من العلماء الذره وعلماء في الطب والهندسه وعلماء الدين. وهذا الامر اصبح يدار عمليا من قبل هذه الجهات. اما الولايات المتحده الامريكيه كانت تعرف بكل هذه الخطأ وهي تباركها، لان النيجروبونت عندما اتى للعراق شكل فرق الموت من الميليشيات الايرانيه التي تديرها الاحزاب. هل الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بالتضييق التدريجي على هؤلاء؟ نعم ستقوم بضربات بعمليات جراحية كما نسميها في الفقه الإعلامي، إنه تقوم بعمليات جراحية ضد التحركات في المناطق المحظورة كما حصل قبل أيام في على الحدود العراقية في تتابع فضل العباس وكتاب سيد الشهداء. ستقوم بعمليات مماثلة في مناطق أخرى، ولكن ليس هناك نية حقيقية على القضم أو القضاء على الجناح الإيراني، لأنها لا تزال مستفيدة منه في عمليات الابتزاز الشامل للمنطقة. لم تنتهي بعد من استراتيجيتها في العراق. استراتيجيتها في العراق ستكون طويلة الأمد، تحاول البقاء قدر الإمكان، إضعاف البلد قدر الإمكان، امتصاص خيرات المنطقة قدر الإمكان، وهذا لن يتم إلا بالوجود الإيراني أو بوجود البعبع الإيراني الذي صنعته الولايات المتحدة الأمريكية بنفسها، لكي يكون المسبب لوجود الأمريكان وعودتهم بعد أن أخرجتهم المقاومة العراقية من العراق. نعم وصلت فكرة. أبقى معي دكتور هلال. أستاذ إياد، مشكلة الاستراتيجية الأمريكية أن إيران مستعدة للسيطرة على العراق وسوريا لا مانع لديها، فقط لإنشاء ممر بري مقدس يمتد من طهران إلى جنوب لبنان، طبعا هو يمتد بالأراضي العراقية من مهران إلى معبر الزرباطية مرورا بمحافظة واسط والبعاج، ثم بعد ذلك إلى الميادين، ثم إلى اللاذقية 988 كيلومتر. تفضل أستاذ إياد. بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله أوقاتكم بخير، وتحياتي لك ولجميع مستمعي راديو أوريانت ولإخواني الدكتور عادل والدكتور هلال. بداية علينا أن نعلم أن الاستراتيجية الإيرانية هي معلنة، وأصبح إعلانها شيء من الواقع الذي نعيشه، وبالتالي المسؤولين والقائمين على الملف السياسي والعسكري والأمني في إيران يقولون ذلك صراحة. وآخر تصريح كان للدكتور محمد علي أكبر ولايتي الذي قال بصريح العبارة أن المقاومة الإسلامية تنطلق من طهران وعبر حدودها باتجاه العراق، من تحديدا مدينة الموصل ثم إلى داخل الحدود السورية تحديدا في عاصمة دمشق، ثم الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط. إذن عندما يتحدث الآن برؤية جديدة، الآن أدخل مدينة الموصل إلى المشروع المقاومة، إذن هو يسعى إلى أن يكون له دور فعال بعد انتهاء المواجهة مع عناصر التنظيم، وتسعى إيران إلى أن تكون لديها تواجد مهم وصريح على الحدود العراقية السورية، وهذا ما نراه الآن واضح وجلي المعالم من خلال التواجد لعدد كبير من الضباط والمستشارين الإيرانيين، وكذلك وجود الميليشيات المدعومة من قبل إيران والتي تحاول إيجاد تماس معها ومع القوات التي داخل العراق، وهذه الميليشيات التي تقاتل في داخل العمق السوري. ولو أشرنا إلى المخطط الاستراتيجي لأننا نرى أنه البارحة عندما تعلن القناطق الرسمي باسم الحشد الشعبي ويقول أنه لولا مقاتلي وميليشيات العراق الذين قاتلوا داخل سوريا لكان النظام السوري سقط، إذن هذا واضح أنه لدينا العمق الدعم الذي تقدمه إيران وعمق الدعم الذي تقدمه لجميع الفصائل والميليشيات التي ترتبط بها والتي تقاتل داخل سوريا. هذا المشروع أيضا يحاول أن ينتقل بمرحلة جديدة، وهي أن الذي أطلق عليه سياسيا بالهلال الشيعي، فهو يطلق الآن إلى البدر الشيعي. هذا الموضوع هو لم يقوله، ولكن هو أوعز إلى أحد أدواته في العراق وصرح به، وهو الخزعلي الذي أشار إلى موضوع أنه نحن الآن نسعى إلى أن يكون ليس هلالا وإنما بدرا. إذن هنا اكتمال للمشروع الإيراني، وبالتالي هذا المشروع الإيراني سيأخذ مداه ويأخذ أفقه ويأخذ تأثيراته على المنطقة.
المنطقة، وبالتالي أن التواجد الآن في المناطق المهمة كالحدود العراقية السورية المشتركة يعتبر هدف استراتيجي من أهداف الإيرانية. المشروع الإيراني علينا أن نعلم أنه هو ليس خافي على الجميع. الولايات المتحدة الأمريكية الآن تتابع، تراقب، تنظر بنظر الريبة لكل ما يحدث. هي قد تكون تواضت في السنوات الماضية عن هذا لأمور تتعلق بمصالحها، تتعلق بطبيعة الإدارة الأمريكية كانت تقود موضوع الصراع في منطقة الشرق الأوسط وموضوع العلاقات ما بين إيران وما بين الدول العربية، وكذلك كانت تتواضع أيضا عن المد والنفوذ الإيراني بسبب الاتفاق النووي الذي حدث بينها وبين الدول الراعية لها. لكن الآن الموضوع ليس يختلف بقدر ما أن مصالح الدولة، مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، ورأت أن إيران بدأت تقفز قفزات خارج الخطوط الحمراء المسموح بها، ولذلك هي الآن وجهت ضربتين إلى كتيبة الحمد السيد الشهداء في جنوب الأراضي السورية عندما حاولت تتقدم منطقة درعا، وآخرها قبل أيام عندما حاولوا أن تدخل والدخول إلى الأراضي السورية من العراق منطلقين، فتم ضربهم وكانت رسالة قوية وواضحة. وآخرها الآن عندما نرى أن كيفية مواجهة الاستراتيجية الأمريكية فيها الإيرانية في هذه المنطقة الحية وبين العراق، واعتبر والعراق الآن هو منتصف الحالة ما بين إيران وبين سوريا، كان الآن الأنباء التي تشير إلى استكمال وتأهيل قاعدة اللعفر التي هي القاعدة القريبة الآن من أطراف من هذا القضاء، وتوجد في قرية كهريز التابعة لناحية الزمار، والآن وصل عدد من المستشارين وعدد ب45 ضابطا وأمريكيا ومستشارا ليس عسكريا فقط وإنما استخباريا مع معداتهم مع طائرات الشينوك التي تعمل على حمل العديد من المدرعات وسيارات الهم والمدفعية الثقيلة وجميع المدفعية. إذن هذه المواجهة الآن وهذا التقرب من التواجد الإيراني في هذه المنطقة هو دليل على احتواء بل مواجهة المد والمشروع الإيراني. وصلت الفكرة. ابقى مع أستاذ إياد. دكتور عادل، الاستراتيجية الأمريكية تنص صراحة يعني على أن الولايات المتحدة تضع أهدافا سياسية وعسكرية واضحة من أجل تحقيق نصر محدد، غير أنه ليس من الضرورة أن يكون هذا النصر شامل. المثال تستخدم عبارة احتواء التوسع الإيراني بدلا من القضاء عليه، أيضا التعامل مع الملف الإيراني بدلا من القضاء على المشروع الإيراني. لماذا هذه يعني العبارات المطاطة؟ أعتقد أن هذه السياسة هي نابعة من قوة الخصم الموجود على الأرض الذي يناوئها فكرا وميدانا وتوجيها، وبالتالي هي لا تستطيع أن تفتح جبهة مباشرة مع الإيرانيين بالصورة التي تفتحها مع الجهات الأخرى، فهي بالتالي لماذا هي تخشى على سبيل المثال على مصالحها أو على جنودها المنتشرين حوالي 10,000 في سوريا والعراق؟ لا أعتقد أن السبب الرئيسي هو أنها تستفاد من تلك الجبهات التي تعلن مرات أنها تناوها ومرات أنها تتناقم معها، وهي المتمثلة بالأجنحة الإيرانية أو إيران بالذات حتى وإن لم تقلها مباشرة، هي تتناقم معها على الأقل في هذه الفترة وتستفاد منها في مواجهة هذه الجماعات، على الأقل هي كجيوش موجودة على الأرض وهي تستخدم الدعم اللوجستي والجوي لهذه الفصائل في مواجهة التنظيمات الإسلامية المتشددة أو تنظيم الدولة وما إلى ذلك من الجهات التي تناوها، وبالتالي هي لا تريد أن تجهز على من تتناقم معهم أو من تتفق معهم مصلحيا في هذه الفترة، وتحاول أن تطيل بأمدهم إلى فترة أن تنجز مهمتها الأولى المتمثلة بملف داعش، ثم بعد ذلك تبدأ بفتح ملف الحشد الشعبي أو فتح ملف التوجهات والنوايا الإيرانية. وأعتقد أن هذه هي سياسة أيضا تعتبر إلى الآن هي سياسة فاشلة، وذلك لأسباب، لأن التمدد الإيراني سيستفاد من هذه المظلة وسيستفاد من هذه الميزة بالذات لكي يتمدد ولكي يسيطر على مناطق شاسعة ولكي يقوم بعمليات تغيير ديموغرافي وعمليات تغيير مذهبي في بعض المناطق التي يسيطر عليها، وبالتالي سيحاول أن يجد له قواعد ارتكاز مستقبلية في إن ما حدث تصادم مع النوايا الأمريكية بصورة مباشرة، فهو يكون الطرف الإيراني بالتأكيد سيكون طرف قوي وفاعل، وهو بالتالي فرض أجندته في جنوب الموصل، في الموصل حتى وإن كانت بمظلة رسمية أو غير رسمية ولكنها موجود في الداخلي وفي الأطراف،
وبالتالي يحاول أيضا أن يستكمل هذا الأمر بالسيطرة على قضاء تل الأحفر وما يمثله هذا القضاء من أهمية كبيرة بكونه مفتوح على البادية الغربية التي تشمل على مئات الكيلومترات الممتدة إلى الضفة اليسرى لنهر الفرات شمالا ابتداء من حديثة هيت عانى راوى القائم باتجاه الحدود السورية باتجاه الشمال نحو بادية البعاج بادية العطة بادية الحضر باتجاه جنوب جبل سنجار الممتد من قضاء تل الأحفر إلى قرب شرق الحسكة امتداد من الشرق إلى الغرب. هذه مساحة شاسعة ومعروفة تسمى بادية الثرثار سابقا، هي الآن أيضا تسمى بلهجة أهل المنطقة الجزيرة. هذه الجزيرة لها ضفتين، ضفة في العراق وضفة في سوريا باتجاه دير الزور باتجاه حتى الرقة باتجاه الحسكة. هذا المثلث كله يمثل منطقة مفتوحة، منطقة شاسعة، منطقة فيها تضاريس في القلب، تضاريس وعرة تعرف عندنا في الجزيرة بمنطقة الوعر. هذه المنطقة لا تستطيع قوات عاجلة أو راجلة يعني من اختراقها إلا من خلال دعم جوي، وبالتالي ستكون هي معاقل ومراكز ومعسكرات ومقرات للتنظيمات التي ستفقد المدن بصورة مباشرة ومناطق نفوذها أو القرى. وبالتالي الولايات المتحدة تدرك هذه الخاصية لهذه المنطقة، وبالتالي هي تتعامل مع الميليشيات المدعومة من إيران والتي هي الآن تتواجد في الضفة الشمالية لهذه المنطقة، ليس بعمق المنطقة إنما تتواجد بالضفة الشمالية بحكم أيضا عوامل ارتكاز أساسية أسستها هذه القوات المدعومة من إيران قبل حتى تواجد هذه الميليشيات في تلك المنطقة. عوامل الارتكاز تمثلت بوجود البككة في سنجار الحزب التركي الكردي، أيضا بقوات كردية سورية، أيضا بقوات محلية من الإيزيدية دخلت في فلك هذه القوات، وبالتالي هي خلقت حالة كماشة باتجاه قضاء مركز قضاء تل الأحفر المهم من الناحية الاجتماعية من الناحية الدينية للطرفين المتجاذبين الذين تدخل الولايات المتحدة بينهم من خلال مصالحها. وبالتالي إذا سيطرت هذه الميليشيات وهذه القوات المدعومة من إيران وأحكمت قبضتها على مركز قضاء تل الأحفر سيكون أمامها هدفين ثانيين استراتيجيين وخطيرين. الهدف الأول سيتمثل بزحفها نحو ناحية العياضية إلى الشمال من القضاء، منطقة وعرة ستكون منفذ إذ ما سيطرت عليها باتجاه ربيعة، وبالتالي هي ستقطع منطقة شاسعة عن إقليم كردستان الذي هو يطالب بها والذي يحاول أن يضمها أيضا للإقليم حتى تصل إلى الحدود في ربيعة، فتصبح منطقة معزولة تماما تسقط تحتها تلقائيا. هذه من الناحية الأولى. من الناحية الثانية إذا امتدت جنوب شرق قضاء تل الأحفر ستتجه إلى المحلبية، عند ذلك سيصبح هنالك مثلث إلى شرق مدينة الموصل، إلى الشمال منطقة الكسك الموجود بها أيضا مصافي للنفط فيها أنابيب نفطية تمتد حتى شمال بيجي، شمال بيجي بالمصفى، هذا امتداد معروف ويباريه خط يعرف باسم الخط الاستراتيجي. هذه المنطقة ستصبح كلها ساقطة تلقائيا، وبالتالي سيكون هنالك منفذ لهذه القوات باتجاه الكسك باتجاه سد الموصل باتجاه البحيرة، وبالتالي أيضا هي ستطوق إقليم كردستان تطويقا كاملا وتهيئ إلى زحف حتى حدود ما قبل عام 2003. هذه بالمدى المنظور، وقد يكون هنالك مدايات غير منظورة لأهداف ونوايا أخرى. وبالتالي هذه الهيمنة للميليشيات، هذه الهيمنة المدعومة من قبل إيران تهيئ لواقع جديد، واقع ستقوم هذه القوات بتغييره ديمغرافيا ومذهبيا حتى تضمن بقاءه، وستعزل من بقى من السكان، من لا يناوئها، من يدخل بفلكها يبقى، من لا يدخل بفلكها عليه أن يهاجر أو يخرج إلى المعسكرات أو يخرج إلى إقليم كردستان أو حتى خارج حدود العراق، أو عليه أن ينكفئ من يريد أن يحاربها أو يدخل في بتون تنظيمات أو جهات أو ترفع مقاومات في المستقبل بحكم هذا المنعطفات الجديدة، سيضطر أن يلجأ إلى التنظيمات المتشددة الذي ستنسحب بعد أن تفقد مناطقها المباشرة، ستنسحب إلى قلب الصحراء، ستتجه إلى تلك البادية التي هي ممتدة على مناطق شاسعة جدا تقدر بأكثر من ربع العراق، وهذه مناطق مفتوحة باتجاه مثل ما قلت لك الجزيرة السورية التي تشمل أيضا ضفة نهر الفرات اليسرى أيضا باتجاه دير الزور باتجاه الرقة باتجاه حتى شرق حلب المحاذي للنهر باتجاه الحسكة التفافا، وهذه منطقة أيضا شاسعة جدا من سوريا. هذه كلها الضفتين في العراق وسوريا، منطقة ما يعرف بالجزيرة،
لأن ما بعد النهر يسمونه يمين النهر نهر الفرات، هو مسمى عند المناطق بالشامية، أما هذه المنطقة يسار النهر بالجزيرة. هذه المنطقة ستصبح هي منطقة سنية معروفة، عربية سنية، ستصبح بالتأكيد مناطق عدم استقرار فيها، سترفع شعارات مقاومة، سترفع توجهات اتجاهات، ستناوى هذا التمدد بالتأكيد. ولكن السياسة الأمريكية هي خدمت هذه المشاريع وهذه الميليشيات على الأقل في الظرف الآني، واستفادت أيضا من الخدمة التي هي في الجهة اليسرى، الخدمة الروسية التي خدمت بها النظام، والميليشيات القادمة من العراق أو من أفغانستان أو من لبنان أو من بعض المناطق على أسس مذهبية ضمن مسميات، ضمن حركات، ضمن كلنا نعلمها ونعرفها. هذه أيضا تسير في فلك النظام، وبالتالي تهيئ له من الناحية الثانية ما بعد النهر، تهيئ له أيضا مناطق ارتكاز لكي يكون العمق أو يكون الموقع أو المعقل أو الجزيرة بأكملها تكون مهيئة تماما لنفوذ إيراني كامل، سيكون ممتدا من جنوب العراق إلى وسط تلك المنطقة، إلى الجزيرة في العراق وسوريا، نعم، إلى القلب السوري باتجاه دمشق، إلى الساحل باتجاه اللاذقية، فيكتمل مثل ما أشاروا الأخوان أو أشارت وسائل الإعلام السابق وعلى لسان بعض قادة هذه الميليشيات أنهم في طور الخروج من مرحلة الهلال إلى طور إكماله بدرا، يعني بمعنى طور الزحف المحوري ضمن نطاق استراتيجي ضيق إلى إكمال سيطرة شاملة على مساحات شاسعة، ولكنها تحتاج إلى قوات كبيرة وبيئة معادية بالتمام لها، يعني ليست العملية بالأمنيات، سيتحول جميل الموضوع إلى عسكري، وبالتالي سيصطدمون بواقع سني. جميل جميل هذا السؤال، بلا شك هو يعول على أهل المنطقة بالتأكيد، مثل ما قلت لك سيرفعون رايات المقاومة ولن يقبلوا بهذا الواقع تحت أي ظرف. ولكن نحن قلنا هذه السياسة الأمريكية ومن يناوها هي التي أوصلتنا إلى هذا المحك، ثم على الجهة الثانية أنهم إذا أرادوا أن يوفروا زخم عسكري هم سيعولوا على بعض الجهات المحلية التي الآن سارت في فلكهم وخدمت أهدافهم، ولكن هذه لن تكون بمقدورها مواجهة القوى الثانية التي تناوئهم والتي هي أكثر تواجدا وأكثر معرفة بمداخل هذه المناطق ومخارجها، وبالتالي ما أن تنكفئ أو ما أن يذهب الزخم الداعم لهذه التوجهات المشبوهة للإيرانيين فبالتأكيد ستتحول البوصلة سريعا ولن تستمر وقت طويل. نعم وصلت الفكرة، أبقى معي دكتور عادل. دكتور هلال، يعني يعولون بالاستراتيجية الأمريكية القادمة لعام 2018 في العراق، أولا دعم حكومة العبادي وقيادة إعادة الإعمار الدولية والحفاظ على علاقة مميزة مع أقليم كردستان العراق دون تشجيعه على الاستقلال، ودمج العراق في النظام المالي والطاقوي العالمي، وإبقاء وحدات خاصة من الفورتين دلتا صغيرة لاقتلاع بقايا تنظيم الدولة حسب المعطيات الاستخبارية، وتطوير قدرات جيش حكومة بغداد. لكن يجب أن نعلم بأن وزارة المالية أعلنت بالأمس أن المديونية أو العجز المالي لهذا العام، يعني لم ينتهي عام 2017، 122 مليار دولار عجز في الموازنة. تفضل دكتور هلال. بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية حول دعم حكومة المنطقة الخضراء وما يسمى النظام الطاقوي العالمي وإبقاء القوات الأمريكية، هذا الحقيقة يعطي بصراحة بأن الأمريكان باقون لدعم العملية السياسية الفاسدة في العراق المدعومة إيرانيا والممولة من قبل دماء الشعب العراقي. النقطة الثانية أن الأمريكان وقضية الأعمار، هذا الكلام حقيقة يجب أن نتوقف عنده طويلا، لأنه المستوى التدمير في المناطق التي دمرتها هذه الحروب المفتعلة والتي أسستها الولايات المتحدة الأمريكية بالأساس للانتقام من مناطق المقاومة كما تعلمون، يعني داعش لم تنفذ أعمال إلا في المناطق التي كانت تدمي القوات الأمريكية في العراق، وهي ابتدأت من محافظة الأنبار، الفلوجة، الموصل، صلاح الدين، ديالى، شمال محافظة بابل، جنوب بغداد، محيط بغداد، واتجهت شمالا. فحقيقة بعملية واضحة من النظر إلى جغرافية العمليات العسكرية وتمدد ما يسمى تنظيم الدولة بهذه الطريقة أو السماح له بالتمدد لكي تتم عمليات الانتقام بهذه الطريقة. الجانب الآخر أن الحجم التدمير
في هذه المناطق كبير جدا لا تستطيع أن تنفذه لا الولايات المتحدة الأمريكية بمفردها، لأن كل محافظة تتطلب مئات المليارات من الدولارات، وهذا خارج الميزانية الأمريكية والاستراتيجية الأمريكية التي ناقشناها في من هذه القناة في يوم من الأيام من الأسبوعين الماضيين، أنها لم تضع في حسبان قضية الأعمار. إذا قضية الإعلان عن الأعمار والأعمار الدولية هذا كله نسج من الخيال الإعلامي لكي دكتور هلال، يعني على قصة الأعمار، لماذا حتى من قيام الثورة ثورة الخميني وحتى الآن لم يقيموا جسرا واحدا أو ناطحة سحاب واحدة، مع العلم أنهم يملكون المليارات؟ يعني حتى لديهم هم لا يوجد للمشروع الهلال الشيعي أو للمشروع الشيعي أي شيء اسمه اقتصاد أو خطة أو رفع مستوى الشعب الذين شعبهم. حتى قضية الملالي وسلامهم للسلطة، هم يعتمدون بالأساس على الخرافة وعلى الموروث التاريخي الذي خطوه بأيديهم وبأيدي من هم أسسوا لهذا الفساد الممنهج، أو ما يسمى بالإرهاب المقدس، الإرهاب النفسي للناس، الإرهاب النفسي لأتباعهم، حتى القوميات الأخرى المشاركة في إيران المسيطرة والفارسية، ولكن هي لا تشكل أكثر من 35-40% من تعداد السكان إيران. هناك البلوش، هناك العرب، هناك التركمان، هناك الأذريين، والكل مضطهدون. هذا استراتيجية البناء والإعمار لم تكن في مخيلة هؤلاء حب السيطرة وحلم إعادة الإمبراطورية الفارسية الذي يراودهم من حين لآخر. من كفأوا عليه منذ قيام الدولة، منذ عهد الرسالة الإسلامية ولحد هذه اللحظة، كلما سنحت لهم الفرصة بالانقضاض على المواطن أو مواقع العربية، الدول العربية سواء كانت إسلامية أو عثمانية في زمن الدول العثمانية أو زمان الدول الإسلامية الأموية والعباسية وما لحقها، والتآمر المستمر عليها مع أعداء الإسلام في كل مكان، يبين بأن هؤلاء ليس أهل لإعمار أو بناء حضارة. هم كلما قامت حضارة في هذه البلدان دمروها، وهذا شواهد تاريخية تزدحم بها. أما الإعمار شاهدنا في إيران وشاهدنا في العراق، ما هو الإعمار المطلوب اقتصاديا؟ هو إعمار الجيوب الملاك والحكام، ومن ثم إيجاد إطار ديني أو ما يسمى مذهبي لامتصاص زخم الناس عن طريق الخمس وغيره. كل هذه الأموال تذهب إلى تنفيذ مشروع القتل المبرمج أو القتل الذي يؤمنون به كوسيلة من بابك الخرامي ولحد واسماعيل الصفوي ولحد الآن. لاحظ عمليات الحرق للمساجد والحرق والتهديم والقتل، هذه السياسة الإيرانية منذ، أو السياسة الفارسية لهذه الدولة منذ عهدها القديم، من زمن الرضاخون في الكوفة في منتصف العهد الأموي إلى هذه الساعة. هم طريقتهم للتوجه إلى الشرق، وخاصة في العراق وفي الشرق الأوسط، يريدون التدمير والقتل ويقومون بعمليات القتل. لا يمتلكون ثقافة البناء والبناء الحضاري، ولم تكن هناك لهم معلم حقيقة يؤشر على الحضارة ما عدا في المدائن، هو في زمن كسرى اللي هو إيوان كسرى، هذا الشيء الوحيد الذي بقى من الحضارة الفارسية أو الذي يعتمدون عليها ويتعكزون عليها. أما في قضية الأعمار في العراق، شاهدنا أن من خلال بعد الاحتلال من 2003 ولحد الآن 14 سنة من السرقات الممنهجة باسم الدين والمذهب والصراع المذهبي، وشاهدنا كيف أن الحفاة العراة الذين أتوا من شوارع القدية في العالم أصبحوا ملتي مليارديرية في العالم من الأموال والسحت الحرام. 1015 مليار سرقت من أموال العراق، لم يبنى شيء. يعني تخيل أنت العراق من 2003 ولحد الآن ما قاموا بعمل مميز، كل حتى البنايات التي يجلسون فيها هي بنايات حكومية في عهد النظام الوطني السابق. المدارس بنوا في البداية بنى الأمريكان لمشاريع سرقة كانت قسم من المدارس، ومن ثم توقفت وانهدمت وتم هدمها، والآن الأمية تضرب العراق. فأي أعمار نتحدث عنه؟ أعمار على بلد الميزانية خاوية ولا يوجد أمان واستقرار. هناك مشروع
لطمس الهوية حتى العربية في العراق، محاولة ربط العراق بإيران ربط مباشر، وهذا الربط يتم من خلال برامج التعليم والتربية. وبدأوا في هذا المشروع اللي هو المشروع الأخطر حقيقة من الاحتلال، بدأوا بتغيير المناهج والتاريخ في الجامعات وفي الابتدائيات، ونلاحظ أنه النظام التعليمي بدأ يشجع على اللطم والتطبير وإلى ذلك، والشحن الطائفي في مدارس الرياض الأطفال والمدارس الأساسية للأطفال. فتخيل أنت البناء الذي يريدونه أي شكل، يعتمد على أي شكل، لا يعتمد على البناء الحضاري أو الثقافي أو التطوير المدني أو تطوير السكان. حتى في جنوب العراق يعني لاحظ أنت نسبة الأمية في جنوب العراق أكثر من نسبتها في المناطق الأخرى، لأنه التجهيل هذا، سياسة التجهيل المتعمد هي أحد ركائز المشروع الإيراني على مداه التاريخي، لأنه حكم الجاهل أسهل بكثير من حكم المتعلم. المتعلم والذي يدرس ويتابع ويشاهد ويقرأ سوف يسأله علمه أين المصلحة في أن أدمر بلدي لصالح إيران التي لم تفعل إلا الشر في هذه البلدان. القضية الأخرى أنه الأمريكان عندما أتوا اعتمدوا على هذا المنهج، منهج التجهيل المتعمد والتدمير والتدمير البنى التحتية في العراق بشكل كامل. يعني 14 سنة العراق صرفت على قطاع الكهرباء أكثر من 80 مليار دولار. تخيل أنا كمهندس هذا 80 مليار تؤسس منظومة كهربائية من المغرب إلى العراق بأقصى ما يكون لو أردنا أن استغلال الأمثل لكل الموارد العراقية، لكن لا توجد هناك نية للإعمار بالأساس. فالسرقات المنظمة، الأمريكان عندما أتوا سرقوا العراق، فعندما يأتي السارق لا يأتي بننزيه، يأتي بسارق مثله ويسمع له بالسرقة لكي لا يحاسب سارق آخر. وهذا ما حصل، يعني سرقة الجهد العراقي، المال العراقي، الدم العراقي، حتى تاريخ العراق. أول شيء عملوه هو الهجوم على المكتبات كما تعلمون، وحرق المكتبات، حرق المتحف الوطني العراقي، حرق تاريخ العراق. فأي أعمار تتحدث عنه الولايات المتحدة الأمريكية، وهي التي دمرت البنى التحتية في الموصل بالكامل بطيرانها، وتدعي أن الذي يعطوها الأهداف هم العراقيين. من طبعا لأنه أنتم فريق عصابة، واحد إحنا نقول بالمثل العراقي، واحد حرامي واحد جعيدة، واحد اللي ينزل والآخر يحمي ظهره. من حمى هؤلاء القتلة؟ من أين أتت إلينا هذه التنظيم الدولة والميليشيات والأفغانيين من كل جنسيات الكون تقاتل الآن مع الحشد الشعوبي والتطرف وتطرف المضاد؟ هل نزلوا علينا من السماء؟ من أين لهم هذا التسليح وهذه العدد العسكرية المتطورة؟ إذا هناك نية للتدمير، لا توجد نية للإعمار. الأمريكان القوات الباقية تحمي نظامها السياسي المتمثل بحكومة العبادي وأحزابها، وتحاول قدر الإمكان أن ترسل رسائل تطمين أو تخدير إلى الأطراف المتضررة بأن نحن قادمون لإنهاء المشروع الإيراني، ولكن هذا لم يتضح على الأرض لحد الآن. ابقى معي دكتور هلال، مشكورا. وننتقل مرة أخرى للأستاذ إياد معي في الاستوديو. أستاذ إياد، هنالك يعني واشنطن ترى أنه لا محالة من وضع استراتيجية خاصة بإيران، كيف لا وأمامها العقبات التالية؟ يعني نتكلم عن 211 مليار برميل نفط تأمل الولايات المتحدة الأمريكية أن تأخذ نصيب الأسد منها. أيضا الجيش الأمريكي وبتصريح وبتوقيع من نور المالكي يمنح الجيش الأمريكي سلاح البحرية والجو والقوات البرية في كل الشرق الأوسط برميل النفط بـ90 سنت من مال الشعب العراقي. أيضا هم يخشون من أن يعلن السيستاني الجهاد المقدس، وأيضا الأمريكان يخشون من أن لديهم 20,000 جندي موجودين في كل من العراق وسوريا. أمام ذلك كيف ستكون استراتيجية خاصة بإيران، وكيف يمكن أن يستخدم الأمريكان العنف والشدة مع الإيراني إذا كانت هذه كلها معوقات تقف أمام أن يكونوا شديدين مع أو حازمين مع الإيرانيين؟ يعني يمكن قراءة المواجهة الاستراتيجية أو المشروع الإيراني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بالآتي. أولا أنه هناك متابعة حديثة لهذا المشروع من خلال تطويقه داخل العراق. نحن نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية في موضوع العراق مع إيران هناك شراكة، هي شراكة أمنية استخبارية اقتصادية،
وتتعلق بتأمين موضوع الطاقة والسيطرة كما تفضلت على الثروة النفطية في العراق وكذلك حصتها فيما يحدث في منطقة في احتلال بعد احتلال العراق. النقطة الأساسية أيضا في هذا الموضوع أنه لا تريد الآن الولايات المتحدة مواجهة مع إيران داخل العراق، ممكن تواجهها في مناطق أخرى وسنأتي إلى ذكرها. الأساس في ذلك أن هناك تفاهم جدي وواضح واتفاق مبدئي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران فيما يتعلق في العراق، ولكن مع ذلك الولايات المتحدة الأمريكية تسعى الآن إلى تطويق هذا النفوذ، يعني عدم السماح له بالتوسع أكثر بعد أن تغاضت كما قلنا كثيرا عنه ليس في العراق وإنما حتى في المنطقة العربية وتحديدا في منطقة الخليج العربي. بعدين تريد أن تنهي وتفتت أيضا المشروع الإيراني في باقي الأقطار العربية كسوريا وكاليمن كالبحرين، وهذا ما تقوم به وتفعله الآن من مواجهات واضحة ودقيقة لما يحدث. نرى أنه الآن إذا كان على الجانب الملف في سوريا أن الولايات المتحدة الأمريكية على اتفاق مع روسيا معلن أنه تطويق وإنهاء الوجود الإيراني وتقزيمه داخل سوريا، يعني أن لا تسمح لهذه الدول الكبرى كروسيا وأمريكا بإيجاد شريك إقليمي لها في ينافسها في مصالحها داخل أراضي سوريا. الآن الروس واضح أنهم الآن استطاعوا إيجاد قواعد عسكرية قائمة في على ضفاف وقريبا البحر الأبيض المتوسط، وكذلك قواعد عسكرية داخل الأراضي السورية، وأعلن عنها بأنه 49 سنة وتمدد إلى 25 سنة. وكذلك الآن الأمريكان يسعون أيضا إلى السيطرة على كما قلنا قبل قليل على مناطق الحدود العراقية المشتركة وتمنع وصول المشروع الإيراني إلى هذه المنطقة. إذن أمريكا وروسيا تسعيان بتأثير أمريكا على روسيا لخفض هذا الموضوع وبالتالي أيضا مواجهة المشروع الإيراني والنفوذ الإيراني في هذه المنطقة. النقطة الثالثة أيضا من الممكن أن تستمر بها أيضا في مواجهة المشروع والاستراتيجية الإيرانية هي استمرار العقوبات الاقتصادية على إيران، وبالتالي دائما التلويح بإلغاء الاتفاق المبرم بينها وبين الدول 5+1، وهذا يجعل الولايات المتحدة الأمريكية أنه ممكن أن تقوم بضربات رادعة هنا أو هناك حتى إن كانت داخل العمق الإيراني أو في بعض المناطق التي توجد لإيران أذرع بها. نحن نعلم أنه الآن من الممكن مواجهة إيران أيضا إذا ما اعترضت إلى أي من الغواصات والسفن الأمريكية التي تحاول الآن بين اليوم البارحة وقبل 4 أيام حاولت بعض الطائرات الاستطلاعية اللي بدون طيار الإيراني أن تكون قريبة من الغواصات الأمريكية والسفن الأمريكية الموجودة في مضيق هرمز والبحر العربي، ولكن مع ذلك عادت وتم توجيه إنذار لها. ومن الممكن أيضا أن تكون هناك ضربة موجعة أيضا إلى التواجد الإيراني في مضيق باب المندب أو داخل أراضي الإيرانية من خلال الحلفاء الحوثيين الذين يتعاونون مع إيران. إذن هناك أكثر من مجال، أكثر من محاولة للولايات المتحدة لردع الاستراتيجية الإيرانية في باقي الأقطار العربية وفي باقي مناطق النفوذ، وتوجيه رسائل دائما عبر إما إنذارات دبلوماسية أو عقوبات اقتصادية أو ضربات عبر المدفعية الأمريكية والطائرات الأمريكية كما حدث مؤخرا على الحدود العراقية السورية. أبقى مع أستاذ إياد وننتقل مرة أخرى إلى دكتور عادل. دكتور عادل، يعني الاستراتيجية الأمريكية تعترف وتقر داخليا بأنه لن يكون العراق مستقبلا وبالمستقبل القريب بالكامل تابعا لا للمعسكر الأمريكي ولا للمعسكر الإيراني، بل سيكون مستقلا بما يكفي لردع إيران عن بسط نفوذها انطلاقا من العراق كما تفعل في لبنان. أعتقد أن هذه هي أمنية أو رغبة، وقد يشاطرها فيها كثير من العراقيين، كثير من الناس الوطنيين. ولكن دكتور، سلاح العراق، سلاح حكومة بغداد 64 مليار دولار أمريكي وليس إيراني. بلا شك أنا معك، ولكن هي أمنية الكل يرغب فيها ويتمنى أن فعلا يكون هنالك عراق وطني، عراق موحد لا يتبع لأي إملاءات خارجية إيرانية أو غير إيرانية. ولكن حتى لو قلنا أن هنالك ميزة مادية أو ميزة
ميزة دعم معنوي أو لوجستي أو دعم سياسي دولي نسميه ما سميناه بالنسبة للدعم الأمريكي للحكومة أو لعراق الموحد في المستقبل، ولكن على أرض الواقع هنالك تركيبة اجتماعية معقدة أفرزتها عوامل ومنعطفات، وخصوصا ما بعد عام 2003 عندما سلمت الولايات المتحدة العراق على طبق من ذهب إلى إيران إلى النفوذ الإيراني، وبالتالي هنالك عمل استمر ما يناهز عقد ونصف من الزمن، عمل مخابراتي، عمل أمني، عمل دؤوب من قبل أساس الإيرانيين، عمل من خلال المعاضل المذهبية، وبالتالي هم أوجدوا مناخ اجتماعي مهيئ لهم، مناخ اجتماعي دخيل حتى على العرب، حاولوا حتى أن يجعلوا العرب في دوامة عدم الرجوع، العرب الشيعة بالنسبة لهم وجدوا أنفسهم أنهم بين مطرقتين، مطرقة تأثير الأحزاب القادمة من إيران والتي تهيمن على جميع مفاصل الحياة لديهم وفي مدنهم، وبين مطرقة هنالك بعض الدول التي الآن لم تتضح رؤيتها أو أهدافها حتى الدول العربية في محاولة شق هذا الصف وتنقية العربي عن الدخيل الإيراني، وبالتالي هنالك مناخ اجتماعي مهيئ للإيرانيين، هنالك قوة لهم على الأرض، هنالك ساسة بالمجمل بالمطلق هم يتبعون للمشاريع الإيرانية، وحتى إن عولت الولايات المتحدة على تغيير سلوكهم أو تغيير توجهاتهم فهذا أمر صعب، يلزمك إذا أردت أن تبني عراق موحد مستقل، عراق وطني لا يتبع لا لشعارات ولا لأي إملاءات خارجية، فعليك أن تذهب بكل الطبقة السياسية إلى قاع المحيط حتى تضمن وجود طبقة سياسية وطنية تنبع من الشارع، هذا الأمر مستبعد الآن. أما مسألة أن الولايات المتحدة ترفع مثل هكذا شعار، هي على أرض الواقع لا تطبق هذا الشعار، هي من سمحت بانزلاق الأمور إلى هذا الحد وإلى هذا المستوى، ومن الصعب عليها بين يوم وليلة أن تغير، أو على المدى المنظور أن تغير من هذا الواقع الذي فرضته هي بأجندتها باحتلالها للعراق، بحلها للجيش، المؤسسات الأمنية، بالسماح لها ببناء طبقة سياسية دخيلة على عادات وسلوك ومنهجية ووطنية الشارع العراقي، فهذا كله سيكون في محور المعضلات التي ستواجه الإدارة الأمريكية. ثم أن الإدارة الأمريكية خلقت أيضا من خلال القوانين التي جاءت بها والأجندة خلقت عاملة تقسيم من المجتمع العراقي، هنالك بعض المناطق شبه بدأت الآن تعد نفسها لانفصال، هذا أيضا سيدخل في عامل عدم وجود عراق موحد. أيضا عمليات التغيير الديمغرافي هذه ستواجهها، عمليات تهجير الملايين من السكان الأصليين وإحلالهم بسكان قد يكونوا دخيلين بعضا منهم، أو قد يكون هنالك من استطاعت أن تغير عقائدهم وأصبحت تدار ضمن الفلك الإيراني، وبالتالي مسألة الحكم على بقاء العراق موحدا لا يمكن أن يتم إلا من خلال رؤية وطنية تنبع من الداخل لا تتبع لأي قرار ثاني، تكون هنالك سيادة حقيقية ليس سيادة شكلية، والتعويل على شخص رئيس الوزراء بالمسمى أو بالعنوان أو بالتوجه نفسه فهذا تعويل خاطئ، أعتقد أنه ستكتشف الإدارة الأمريكية أن ليس باستطاعة لا رئيس الوزراء ولا الحكومة أن تؤثر لا على الميليشيات التي هي أقوى نفوذا وأقوى قدرة وأقوى تحكما بالأرض وبالمجتمع هناك، وبالتالي هي عبارة عن مظلة، الحكومة هي الآن مظلة تعمل ضمن نطاق هذه الميليشيات عملا رسميا خلف الكواليس، ولكن ما أمام الرأي العام العالمي تحاول أن تعطي صورة رسمية أن هنالك دولة، أن هنالك قوة، وبالحقيقة هنالك ميليشيات، هنالك مافيات تتحكم بالأحياء، تتحكم بالمناطق، تبتز الناس، تصادر إرادة الناس، تتحكم بالقضاء، تتحكم بكل مفاصل الحياة. أما الحكومة فهي عبارة عن حكومة شكلية لا يمكن أن يعول عليها في بناء عراق مستقل موحد مثل ما تقول الإدارة الأمريكية، حتى وإن كانت هنالك نوايا من بعض الجهات والدول العربية في محاولة إيجاد ثغرة، محاولة عزل الأطراف قد التي يسمونها المنضبطة أو التي ممكن يعول عليها لمواجهة الخندق الإيراني داخل المكون، فهذه أيضا لا يمكن أن تكون بقوة التأثير الميليشياوي المفروض على الحكومة أو على الجهات الشعبية الأخرى. وصلت الفكرة، أبقى معي دكتور عادل. دكتور هلال، تتماشى الاستراتيجية الأمريكية مع مبدأ العقيدة التالي: التعهد فقط بالالتزامات
التي يمكنها اكتساب دعم الشعب الأمريكي والكونغرس مع مراعاة الاقتصاد بالنفقات، يعني لن يقدموا على أي عملية أو مساندة لأي دولة من الدول أو شعب من الشعوب إلا ضمن هذه الأطر الضيقة جدا. هو بالأساس هذا مبدأ المحتل، المحتل عندما يأتي إلى أي دولة يريد ضمان لشعبه، يريد دعم الشعب الذي هو ينتمي إليه، هو لا ينتمي لهذه المناطق لا فكرا ولا عملا ولا هو أتى للتخريب. والأسف الشديد أنه نلاحظ أن السياسة الأمريكية هي سياسة استعمارية صرفة بثوبها القديم الحديث بكل ما ادعت من ادعاءات لا تمت لحقيقتها بشيء. أمريكا أم الإرهاب، أمريكا نفذت عمليات إجرامية في كل المناطق التي غزتها ابتداء من منتصف القرن الماضي ولحد هذه اللحظة، هي تقوم بعمليات إجرام مبرمج ومنهج. أمريكا تحاول قدر الإمكان أن تستفيد من آلة الحرب التي تصنعها واللي معروفة من يمتلك مصانع الأسلحة. أمريكا لا تستطيع أن تعيش بلا حرب، ولا حتى بأيام الحرب الباردة كانت تقوم بحروب النيابة، والآن تقوم بحروب مباشرة، وإن لم يكن هناك عدو ستصنع لها عدوا، لأنه هذه هي الفقه الأمريكي الذي يعتمد على تصنيع وتطوير الأسلحة وإنفاق الأسلحة القديمة من خلال إيجاد صراعات في المناطق، مناطق الهدف. ودائما يعني مناطق الهدف هي المناطق التي تكون دول العالم الثالث أو دول الشرق الأوسط تحديدا، لمصالح معروفة لمن يمتلك القوة العسكرية والمصانع الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية، مملوكة للوبي الصهيوني. دكتور هلال، نعم في نهاية الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر باسمكم السادة الضيوف الكرام الأستاذ دكتور عادل أشرم والأستاذ الدكتور مهندس هلال الديمي وسعادة الأستاذ إياد العناس، كان معي من الهندسة الإذاعية الزميلة سلام المساعدي. في رعاية الله نترككم، وإلى لقاء يجمعني بكم يوم الأربعاء في ملف ساخن جديد في مثل هذا الوقت. هذه أغلى أمنياتي.